السلام عليكم. اليوم نقدم لكم هذا عسل التمر او دبس التمر، يصلح الحلويات الكيك، مفيد بحدوثه ومفيد للصحة. نتمنى يعجبكم، إذا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلا لايك في هذا الفيديو، وإذا كنتم جديد في القناة تشاركوا فيها وتضغطوا على الجرس باش يصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم والأحباب. وإن شاء الله هنحط لكم وصفات بهذا دبس التمر. غنحتاج كيلو ديال التمر، هاد التمر هذا اللي كيكون هكا معجن، وغندير انا معاه 5 ديال الدومه ولا 6، المهم انا غندير هادو 6. وغنحتاج يطرو ونص ديال الماء، انا هاد البقراج هذا عندي يطرو، هنا عندي كيلو ونص، عفوا كيلو ونص، غندير ليه يطرو ونص، يعني كل كيلو فيه يطرو. غندير في الطنجره ديالي غندير ديك التمر وندير ديك العدومه مع هذيك العدومه باش نعرفوا باللي طاب، ملي كيولي اللون ديالهم غامق كنعرف ان التمر ديالي طاب. كنخوي فيه ديك الماء، ممكن نحتاج غير يطرد الماء، يعني خصني التمر يتغطى صافي، المهم هو ان التمر يتغطى صافي. دابا غنوليو ثاني نعمرو، تنغطيه، نزيد نص يطرو. هو هاد التمر هذا اللي كيكون هكا معجون هو اللي كيصلح لهاد دبس التمر، ورخيص ما غاليش كيف قلت لكم، وعندو فوائد صحيه بزاف غير بوحدو. المهم كنزيد داك السيطرو د الماء، كنغطيه. دابا غنديرو فوق البوطه ونحركو شويه حتى يبدا يغلي، مني يبدا ثاني يغلي كنبقى نحركو حتى كنشوف هكا هي هاد الرغبه هادي كيديرها، وكشكوشه بيضاء، داك الكشكوشه اللي كان كيديرها كنحيدها. كناخد صافي من بعد ما كيطيب كيتغير اللون ديال العظم ديالي، كناخد شي طاوه ولا شي حاجه، وكناخد زيف حياتي اولا شي شبكه كغربال صفايا. ها نتوما راه هو العظم اللون ديالو كيولي قوي مغلوق، من تما كنعرفو انه صافي طاب مزيان. صافي كنبقى نصفيه، انا كنت كنصفيه صراحه شحال بزيف حياتي، ولكن كان كيجيني سخون بعض المرات. دابا هاد الطريقه هادي بالنسبه ليا مزيانه، نتوما عليكم الاختيار ديرو زيف حياتي اولا هكا صفايه كبيره. صافي كنخوي هذيك الكوكوط هذيك باش كنصفي الماء، هو سخون وانا كنصفيه ديك الساعات باش الماء كيهبط لتحت. ومبدا نضغط عليه يا اما بمغرف هكا ولا ديك اللي كان نصوها باش كنمعسو بطاطا ولا الخضره اللي كان عندي ما عرفت فين هي. دابا نصبوه بهادي، كنبقى نضغط باش ديك الماء هذاك كيهبط. كنحاول نضغط مزيان حتى ما يبقاش فيه الماء تقريبا، يعني ماشي مشكل يبقى واحد شويه في ديك التمر ولكن ما يبقاش الماء بزاف. صافي دابا كنكمل هذاك الشيء ديال اللي عندي. ها نتوما ها هو العظم كيف كيولي اللون ديالو، شوف يعني ديك اللون اللي كيكون مفتوح باش مفتوح دابا كيولي مغلوق قوي مغلوق. كنحيد هذوك العظومه، كنحاولوا العظومه ما تبقاو تحركوا، تخليوهم باينين حداكم، ولا بامكانكم التمر كله تخليوه بالعظومه باش تعرفوا يعني انه طاب. بالنسبة لهاد التمر هذا اللي كيبقى بامكاننا نديرو منه بزاف د الحوايج، ان شاء الله تما غنحط لكم وصفات اللي يمكن ديرو منهم. صافي كنكمل هكا نصفي ديك الماء، يعني هو خصني ولا بد نضغط عليه، ها هو الماء اللي كيهبط. هاد البخار ما كيخليش الماء يبان. ها هو الماء كيكون اللون ديالو قهوي بحال التمر، وتا المذاق كيجي المذاق ديال التمر كيجي زوين صراحه. هي لقيتها قلبت عليها ولقيتها هي احسن، يعني هي كتخرج داك الماء هذاك مزيان شويه، يعني واخا كيبان ان الماء مابقاش صافي كيهود، ولكن راه كيكون باقي في التمر ديك الماء.
كنحاول نضغط عليه مزيان ونهبطو صافي حتى كنكملو. ملي كنحبس ما كنبقاش هكا نضغط ما كيهوتش الماء. ملي صافي بعد ما كنصفيه كنولي نديرو في ديك الطنجره ديالي وكنخليه حتى كيبدا يعقد، كنبقى نحركو حتى كيعقد كيولي بحال العسل والماء ما كيبقاش يعني بزاف، كي بحال كينقص الحجم ديالو كيبقى يغلي حتى كيولي بحال العسل كيف قلت لكم. عاد نحيدو. بالنسبه لي ما عقدلهاش، بامكانها تزيد شويه ديال دقيق او لا مايزينا غير شويه ماشي بزاف، وهو من بعد ما كيوجد كي كيكون كيوليسكم بحال العسل. هو من الاحسن تصبروا عليه حتى يولي عقد بوحدو بلا ما تزيدولوش اضافات، ونتمنى يعجبكم وتجربوه. ان شاء الله غنحط لكم به وصفات. هذه هي الكميه اللي كيعطي، غير ديك كيلو او كيلو ونص، هذه هي الكميه اللي كيعطي. ونتمنى يعجبكم. ان عجبكم ما تنساوش تعملوني باللايك واشتركوا في القناه الى كنتو جداد، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.